هذا الشيء اللي يعجب الإخوان خاصهم يقراوه ويفهموه ويناقشوه ويهبطوه. اش قاعدين كديروا بعدا بالمناسبه باش ما ننساش هذه القضيه، السي قربال قال لكم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. قلت له السي قربال واش انت بعقلك ولا حمق؟ قال لي علاش اسلم؟ قلت له قلت للاخوان ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، وما طلبناش منهم الاموال ديالهم، طلبنا منهم غير 100 درهم في الشهر. 100 درهم. قال لي يا سي عبد الله راه غير 20 درهم، لا شي وحدين 20 درهم، شي وحدين 50 درهم، شي وحدين 100 درهم. وقلت اليوم غندير واحد القضيه، قلت غير نبدا نتكلم تنقول لكم اللي ما مخلصش الفلوس الالتزام ديالو ديال الحزب ما يبقاش معايا يمشي لحاله. هذه المره الله يسامح، المره الجايه اللي ما مخلصش، هذه المره الله يسامح، الله ماشي الله يسامح الفلوس، لا ماشي عبد الله، المره الله يسامح بعدا خاصكم مات انا تنحشم بلاصتكم. والله العظيم الاخوان ملي كنلقى شي واحد كنعرفو ما مخلصش شي حاجه كيتسالها للحزب كنفرق في بلاصتي تنقول كيف يعقل. دابا انتم كتكلموا على المرجعيه الاسلاميه، الشيء الذي رفع الله به من شاننا، حنا رحنا الاخوان ناس عاديين في المجتمع، كان كباريت ما يكون عندنا شي فيلا بحال هذه بنادم ساكن فيها وغادي يجيب الدراري للمدرسه والرياضه والانجليزه والاورتوفونيست فهمتيني ولا، ويدي المراه للريال عند الطبيب ويجيبها وكذا الى اخره، ويدير الحفله ويدير، هذا وجهدنا. واذا به رفع الله من شاننا ولينا معروفين في العالم ورئاسه الحكومه مرتين ولست ادري ماذا و125 نائب برلماني. دابا الان تعرفون هذا الشيء كلشي باش لانكم التزمتم بهذه المرجعيه ولانكم دافعتم عنها. ونحن حين نتكلم في 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 في, في بياناتنا وبلاغاتنا فاننا نتكلم بهذه المرجعيه. اذا كنا كنقولوا شي حاجه ماشي هي هذه قولوها لنا، ولكن ما تقولولناش هذاك الشيء اللي كتبتي وتسمعي لها مزيان الله يجزيكم بخير وتمشي وتنعس وتقرا النص ديالو ولا ما تقراش، ما عرفت بعدا واحد الكلمات ديالي واش كتسمعوا ولا ما كتسمعوش. ايوا ما نعرف خصكم تسمعوها وتسمعوا الكلمات اللي تيقول السي، لان واحد القضيه انتم دابا سياسيين ياك، انتم سياسيين. وكون دابا دوزت لكم الامتحان في البيانات ديال الحزب العداله والتنميه الراجع كلكم غتجيبوا تحت المعدل الا ما كانتش الارقام ديالكم قريبه للصفر. وباش بغيتي الاخوان تهضروا مع الناس خاصكم تهضروا معاهم بهذا الشيء، فهمتي ولا؟ انا لا اخفيكم انا هذه البيانات ماشي انا اللي كنكتبها، كنراجعها هي، كنصحها كنصدق عليها كنوقعها هي، كنكون انا يعني الدافع الاول لها وبعض الافكار فيها وداك الشيء، ولكن حين اقراها اصاب بالغرور صدقوا والله العظيم صب الغور كنقول هذه بيانات رائعه. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. كيف يعقل هذا الكلام؟ خصكم الاخوان ديالنا الا كنتيو سياسيين بعدا واش باغيين تبقاو سياسيين ولا لا؟ حيت السياسه بهذا المفهوم اللي كنامنوا به حنا هي افضل ما يوجد في الارض. حيت اش كاين في المغرب؟ واحد المجهود كبير لتبخيس السياسه ولإهانة أصحابها. وأول ما كيتكلم معك المواطن تيقول لك أنا راه ما عندي حتى التزام سياسي، ما دخلت حتى الحزب، كأنه كيتكلم على الجربة. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. الأول إمام عادل، والإمام العادل هو الرئيس الذي يحكم بالعدل، وكل من ساهم في الحكم بالعدل في البلد فهو داخل في هذا، فهذه الإمامة هذه. انتم جزء من الامامه، لانه اللي تيمشي للبرلمان الملك راه ماشي يحكمش بوحده، راه قلتها لكم شحال من مره، اللي كيحكم بوحده واحد هو الله سبحانه وتعالى. الملك تيحكم بناء، راه نقول لكم واحد القضيه، عندكم تبداو تقولوا الملك امير المؤمنين هذه ما يخليهاش تدوز، الملك امير المؤمنين ولكن الملك ملك، ولا الشعب ديالو ولا النخبه ديالو ولا الناس اللي قادرين يتكلموا شوف واحد الاتجاه، راه ما يمكنش السيد يكون ضد الاراده ديال الشعب ديالو ولا ديال النخبه ديالو ديال، ولهذا خصكم تكونوا موجودين. فينكم الاخوان؟ انتم جاوبوا لي غير فينكم؟ كان جيت تبارك الله كنلقى اش قال؟ ما بانش ليا بزاف، فهمتي؟ خصكم تكونوا في المستوى وتكونوا هذا الشيء اللي كنقولوا. الا كيجيكم الا جاكم ما مزيانش انا نقول لكم اش ديروا؟ ديروا مؤتمر استثنائي انا قابل من دابا ونقدموا حنا استقالتنا وجيبوا اللي غيتكلم مزيان ويعرف يخدم مزيان. إلا كنا عاجبينكم كتقولوا باللي راه الإخوان خصكم تعرفوا واحد القضية، راه أنا ما عندي حتى حاجة في الحياة ديالي ما عدا هذا الشيء، وأنا بلغت سنا وفي وضع صحي ولياقة بدنية ضعيفة، كل شيء هذا الشيء عندي ضعيف،
ولا كان المفروض شي واحد يمشي يجلس دارهم، راه انا الاول خصني نجلس دار، ولكن انا ما كيمكنليش نجلس دارنا. انا هنا الى ان يشاء الله في هذا المشروع ادافع، امر بالمعروف انا عن المنكر، اعرض نفسي للاخطار ولا ابالي. ماشي كنعرض نفسي للاخطار كبيره، ولكن كان جو ريسك، ولكن مادام انتم ماشي فو لي با ريسك الاخوان، دابا انت نظن مستعدين يمشيو للحبس الا كانوا ولا بد، شكون اللي مستعد يمشي للحبس؟ يلا واحد اللي يزيد هو السير اشقر مسكين، هو دابا ما كيشوفش مزيان، ما غيبانليش الفرق ما بين الحبس وما بين الدار. ولكن ولكن الا كنا خصنا نمشيو للحبس على ود الدين ديالنا وعلى ود البلاد ديالنا، حنا مستعدين، ولكن ما عندكمش الجراه باش تتكلموا، شرحوا هذا الشيء، جمعوا الناس شرحوا لهم، هضروا معاهم، تكلموا معاهم، فهمتيني ولا لا؟ سمعوا لذاك الشيء اللي كنقول، شنو داك الشيء اللي كنكتبوا، قراوه ناقشوا فيه، هبطوا للناس يقولوا هذا الكلام. هذا واش دابا هذه القضيه هذه ديال هذا الوضع السياسي اللي بغينا نقولوا الفاسد الذي اوصل جلاله الملك الى ان يرسل رساله. سيدنا ملي سمع هذا الشيء ديال هاد الناس اللي متابعين وهاد الناس اللي يخذوا الرشوه وهاد الناس اللي كذا الى اخره، بصراحه ما عجبوش الحال وصارت هذه الرساله هذه، وجاءت قبل منها توجيهات باش بعض الناس اللي تعرض عليهم هذا الشيء ما يبقاوش يحضروا معاه، يعني لانه هذا لا يشرف يعني المملكه المغربيه ان يكون في البرلمان. الاخوان شنو هو البرلمان؟ البرلمان منه كتنبع الحكومه، واش نبقى خاص. ولهذا راه الطبيعه تتعب الفرق، يا غتخدموا تقدروا تعمروا البلاصه، يا ما غتخدموش راكم حتى نتوما ماشي غتمشيو فحالكم، لا غتبقاو واحد حزب كبير، واحد حزب صغير عنده 10 ولا 12 ولا 13 ولا لا. اسمح لي، الله يجازيك بخير، الله يرحم واحد السهر ديالي كان كيقول راس من ذهب ولا بلاش، شي واحد قطعوا له راسه قالوا له غنصوب لك واحد الراس بلاصتو ديال القصدير ولا شي حاجه، قال لهم شوف غديروا لي راس من ذهب، وهذا ما غديروش لي راس من ذهب بلاش. حزب العداله والتنميه لا يليق به ان يكون في المراتب المتاخره، يا اما ان يكون في المراتب المتقدمه، يا اما بلاش. شنو واحد في العالم يا حصيل؟ هذا الحكومه الاخوان في الحقيقه انا كيجيني عندها واحد الصفه الاولى هي انها ما كتحشمش. دابا هاد السي اخنوش، دابا 5 سنين هو معايا في الحكومه، ما عمرو قال شي كلمه اللي ماشي هي هذيك. بالمناسبه قال لي كدبزنا معاكم 10 سنين على الامازيغ، والله عمرو ما جبد الامازيغ، كذاب معايا انا، ما عمرو ما جبدها مع السي سعد الديني، سولو وكنظن عمرو ما جبدها. اللي كان كيجبد مره الامازيغيه غير على استحياء هو السي العنصري.